النهارده هنتكلم على البونز اوف ذا بيلفيك ليمب او عظام الطرف الخلفي او الهايند ليمب اللي هو عظام الرجل الخلفيه في الحيوانات. وكمان هنتكلم على الريجونز اوف ذا بيلفيك ليمب والجوينتس اوف ذا بيلفيك ليمب ومناطق الرجل الخلفيه عشان حضرتك بعد كده لما يبقى في اصابه في مكان تقدر توصفها في مكانها الصحيح. والجوينتس بتاعتها المفاصل، انا مفصل متصاب والمفصل ده اسمه ايه؟ فعندنا اول عظمه من هذه العظام الاوسكوبزي او البيلفيك بون، العظمه دي بيسموها الاوسكوبزي او البيلفيك بون. تاني عظمه بيسموها الفيمر اللي هي عظمه الفخ، بتتواصل مع عظمه بيسمى الباتيلا او الرطفه اللي هي صابونه الرجل اللي هي الرطفه. تالت عظمه بيسموها تيبيا اند فيبيولا اللي هي قصبه الرجل او القصبه، وعظمه صغيره جنبها اللي هي الشظيه. بعد كده المجموعة العظام الشورت بونز دي بيسموها التارزال بونز، التارزال بونز اللي هي عظام رزغ القدم الخلفية. الإنسان بيسموها أنكل أو عظام رزغ القدم. بعد كده دي الميتاتارزال بونز بتواجه قدام الميتاكاربال بونز. بعد كده الديجيتس سي بروكسيمال وميدل وديستال اللي هو الفيرست والسكند والثيرد ديجيت اللي هي السلامات الأولى والثانية والثالثة أو العلوية والوسطى والسفلية أو الدانية والقصية. فعندنا نعيدهم تاني، البونز عبارة عن البيلفيك بون والفيما باتيلا تيبيا اند فيبيولا تارزال بونز، دي كلها تارزال بون، ميتا تارزال بون، فيرست فالكس او بروكسيمال فالكس، ميدل فالكس، ديستال فالكس. دي كانت مجموعه العظام بتاع البيلفيك ليمب او السكيلتون اوف البيلفيك ليمب اللي هو هيكل الطرف الحوضي او الطرف الخلفي. نيجي دلوقتي نتكلم على الريجونز اوف ذا بيلفيك ليمب، ريجونز مناطق البيلفيك ليمب. سموا منطقه السكرم اللي هو العجز ده، مجموعه الفقرات اللي بيسموها السكرم او العجز مع الاسكوبزي اللي هي عظمه الحوضي سموها منطقه البيلفيك جاردن، الحزام الحوضي دي سموها الحزام الحوضي. منطقه الفيمر دي بيسموها منطقه الصاي، ومنطقه التيبيا اند فيبيولا دي سموها منطقه الليج. يبقى بيلفيك جاردن، بعد كده الصاي، بعد كده منطقه الليج، ومن عند تارزال جوينت لحد النهايه سموها البيس ريجون، سموها البيس ريجون زي المانس في الفور ليب او الثوراسيك ليب. من الكربل للارضيه سميناها مانس، من التارزال لحد الارض لحد الديستال فالنت دي كلها سموها ايه؟ سموها البيس ريجون. يبقى اقول المناطق تاني، منطقه البيلفيك جاردل، منطقه الصاي، منطقه الليج، منطقه البيس ريجون. في اي حيوان نفس المناطق. يبقى احنا عرفنا دلوقتي البونز اوف ذا بيلفيك ليمب والريجونز اوف ذا بيلفيك ليمب. نيجي نشوف بقى الجوينتس اوف ذا بيلفيك ليمب او مفاصل الرجل الخلفيه او الطرف الحوضي او الطرف الخلفي. اول مفصل هو بنسميه الهيب جوينت اللي هو ما بين الهيب بتاع الفيمر وما بين الاسيتيبولم. الاسيتيبولم ده تجويف حقه هو عميق شويه موجود في البيلف بون، المفصل ده يسموه الهيب جوينت. تاني مفصل كله على بعضه كده بيسموه الستايفل جوينت، ستايفل جوينت او الني جوينت اللي هو مفصل ربع عندنا في اليوم. تالت مفصل اهوت بيسموه تارزال جوينت، تارزال جوينت. المسميات بتاعت المفاصل في الرجل الخلفيه زي الرجل الاماميه بالظبط، فيتلوك جوينت، باستر جوينت، اند كوفن جوينت اللي هو المعقه والقيد والتابوت. فيتلوك جوينت، باستر جوينت، اند كوفن جوينت. يبقى نلخص المفاصل تاني، اول مفصل اسمه ايه؟ اسمع حد يقول لي الهيب جوينت، الهيب جوينت. تاني مفصل بيسموه ايه؟ بيسموه الستايفل جوينت، الستايفل جوينت. تالت مفصل بيسموه تارزال جوينت، تارزال جوينت. رابع مفصل فيتلوك باستر اند كوفن جوينت. مسميات الفيتلوك والباستر والكوفن جوينت زي سيم از دي ثوراسيك ليمب، زي نفس المسميات زي الطرف الايه؟ الصدري او الطرف الامامي. الاسكوبزي او عظم الحوض عندنا في اثنين اسكوبزي، رايت اند ليفت اسكوبزي. كل عظمه من دول عباره عن ايه؟ عباره عن هم الطيب بتاعتهم فيلات بون.
كل عظمه من دول بتتكون من 3 بونز. اول عظمه اللارجست وان هي الاليوم، اول عظمه الكبيره من الجناحين دي اللي هي لها 2 وينج دي، دي بيسموها الاليوم، والعظمه الخلفيه دي بيسموها الاسكيوم. ليش نقول بس الاليوم يعني الحرقفه والاسكيوم يعني الورك، وتالت عظمه اللي بتاخد شكل حرف ال دي من تحت هنا لهنا كده اللي بتاخد شكل حرف ال عندي دي كده دي بيسموها البيوبس. يبقى انا دلوقتي الاسكوب دي او البيوبس بتتكون من 3 عضلات، عظمه اسمها ايه؟ الاليوم، تاني عظمه اسمها ايه؟ الاسكيوم، الاسكيوم. تالت عظمه اللي بتاخد شكل حرف ال ده معايا كده اهي بيسموها البيوبس، بيسموها الايه؟ بص حضرتك معايا كده ادي البيوبس اهو، البيوبس اللي شكل حرف ال لحد هنا اسمها البيوبس. التلات عظمات دول بيلتقوا في منطقتين، يلتقوا هنا في تجويف واحد يسموه الاسيتيبيولام، يسموه الاسيتيبيولام ده لارج ودي كوتولويد كافيتي، تجويف حق عميق بيستقبل الهيد اوف زيفيمر عشان يكون لي ايه؟ يكون لي الهيبرويد. وبيلتقوا فين تاني العظم ده؟ يلتقوا في ما يسمى بالبيلفيك سيمفيسس. بيلفيك سيمفيسس اللي هو الارتفاق الحوضي، الارتفاق الحوضي مجتمع فيه ايه؟ مجتمع فيه الاثنين بيوبس مع بعض بتوع الناحيتين، فكونوا لي جزء اسمه ايه؟ بيوبك سيمفيسس. بيوبك سيمفيسس يعني ارتفاق عالي. وكمان ايه تاني؟ وكمان الاثنين اسكيوم، ادي اسكيوم رايت اسكيوم ليفت، اجتمعوا كونوا لي ايه؟ كونوا لي ما يسمى بالاسكيال سيمفيسس. اسكيال سيمفيسس، يبقى كل ده على بعضه اسمه ايه؟ اسمه بيلفيك سيمفيسس. يبقى البيلفيك سيمفيسس بيتكون من جزئين، جزء اسمه ايه؟ اسمه البيوبك سيمفيسس، وجزء تاني اسمه ايه؟ اسكيال سيمفيسس. اسكيال سيمفيسس. وعندنا الاساس في تكوين التجويف الحوضي او ارضيه التجويف الحوضي زي ما هنتكلم بعد شويه هو البيلفيك سيمفيسس. يبقى لما اسال حد واقول له البيلفيك سيمفيسس بيساوي ايه او ايكوال ايه؟ بيساوي البيوبك سيمفيسس زائد ايه؟ بلس ايه؟ بلس الاسكال سيمفيسس. الاثنين مع بعض بنسموهم ايه؟ بنسموهم بيلفيك سيمفيسس. بيسموهم ايه؟ بيلفيك سيمفيسس. ده بالنسبه لي وزير، هنشوف الشرح التفصيلي ليها في الفيديو القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. العظم الاسقفي او الهيب بون او البلفيك بون، عظم الحوض، ده شكل العظم اهو الاسقفي، ده الشكل بتاع الانيمال، ده بيمثل عندي عظم الحوض. عظم الاسقفي عباره عندي عن ثلاث عظمات زي ما هنقول دلوقتي. عظمه الاليوم هي اكبرهم، تبقى ذا موست كرينيال بون، هي دي الاليوم، ودي بتتكون اللاترال وول اوف البلفيك كافيتي، تكون او تعمل اللاترال وول اوف البلفيك كافيتي. عندي عظمه البيوبس، عظمه البيوبس وعظمه الاسكيوم. يبقى الاليوم قلنا بتعمل اللاترال وول، وعظمه الاسكيوم والبيوبس دول بيكونوا الفلور اوف البلفيك كافيتي زي ما احنا شايفين كده لون. تمام. ده بالنسبه لي شكل الاسقف زي، وهي فيوزد ملتحمين مع بعض اللي هم العظمتين، لكن ده شكلها، شكل العظمه. مثلا دي بتمثل وان لم بتاعت رجل يعني. مثلا نشرح العظمه بتاعه الاسقف زي او الهيب بون او البلفيك بون زي ما قلنا. بيقول لي اول حاجه كنوع او طيب بتاع البون دي، بيقول لي ذا لارجست فلات بون، يعني مثل اكبر مثال للفلات بون. هي عباره عندي عن التحام ثلاث عظمات مع بعض، هما ادي عظمه وادي العظمه الثانيه والثالثه اللي احنا قلنا عليهم، الاليوم اللي هي دي عظمه الاليوم، عظمه الاسكيوم، وعظمة البيوبس. يبقى دي عظمة الإليوم، الإليوم ذا موست كرينيال وان. بعد كده عندي عظمة الإسكيوم، هي دي الإسكيوم، وعظمة البيوبس. دول ثلاث ثري بونز اللي بيكونوا الأسقفزي. التقاء الثلاث ثري بونز دول بيكون عند منطقة الأسيتابيولام، التجويف ده بقول عليه الاسيتابيولام. تمام. بالنسبه للاليوم نشرح كل بون كده. بالنسبه لعظمه الاليوم الشكل اللي احنا شايفينه ده، تبقى 3
تريانجولار في الشيب كده، بيبقى لها وينج ولها بودي او شافت. طبعا هي فلات بون، فلات بون، لها تو سيرفيسز، ادي سطح وادي سطح زي ما شايفين هنا كده، ادي سطح ودي السطح التاني. السطح ده خارجي بنقول عليه lateral surface، lateral surface. اما السطح الداخلي medial surface او sacro-pelvic surface، عايز انه بيبقى مواجه للبلفيك كافيتي، ناحيه البلفيك كافيتي، واستقرم من فوق. طبعا العظمه مش موجوده، تمام. اللاترال سيرفيس اللي هو ده بيبقى بيتميز عندي بوجود لاين اسمه الجلوتيال لاين، جلوتيال لاين، الجلوتيال اين لاين. طبعا نظرا ليه المصل بتبقى موجوده عندي على السطح، هو واخد من اسم المصل اللي هو الجلوتيال ماسلز، بتشير عندي على الجلوتيال سيرفيس. ده بالنسبه للجلوتيال سيرفيس. طيب السيرفيس الداخلي او الميديال سيرفيس او الساكروبيلفيك سيرفيس زي ما احنا شايفين، ميز وجود عندي اوريكولار فاسيت او سيرفيس، اوريكولار اريا شبه الاذن كده، واخد كلمه اوريكولار دي عشان ارتكيوليشن مع الوينج اوف ساكرام، ارتكيوليشن وذ وينج اوف ساكرام، عظمه الساكرام. زي ما احنا قلنا العظمه بتتمفصل دورزالي من فوق مع عظمه الساكرام، مع عظام الساكرام يعني في المنطقه دي، ارتكيوليشن بيكون عندي في المنطقه دي. طيب يبقى لسه اللي الاريا دي او الاوريكولار سيرفيس ده بيبقى فيه عندي لاين بقول عليه اليو بكتينيال لاين، لاين اسمه ايه؟ اسمه اليو بكتينيال لاين، تمام. اللاين ده بيبقى انكمبليت او بيبقى كروزد بالجروف، بقول عليه جروف 4 الالياك وفيمورال فيسلز، جروف 4 الالياك وفيمورال فيسلز. على اللاين بيبقى فيه تيوبركل هنا بسميه سواس تيوبركل، اسمه سواس تيوبركل، سواس مصر هذا اسمه سواس، سواس تيوبركل. ده بالنسبه لي الساكرو بيلفيك سيرفيس، وقلنا ده اللاترال سيرفيس او الجلوتيال سيرفيس، ميز وجود الجلوتيال لاين. البوردرز بتاعت الاليم في عندي البوردر دي بقول عليها الكرينيال بوردر، كرينيال بوردر. لو انا امسك العظمه بنفس المنظر اللي قدامي كده يبقى ده الكرينيال بوردر اللي هو ناحيه الكرينيال، وده كان عندي اسمه الياك كريست، بقول عن الياك كريست. طيب البوردر دي هي بالظبط الشكل دي، دي بتبقى ناحيه الميديان بلين بتاع البودي، فبتبقى ميديان، يبقى دي عباره عندي عن الميديان بوردر داخليه، لكن دي اللاترال بوردر، يبقى دي ميديان بوردر، لكن هنا تبقى اللاترال بوردر. الميديان بوردر لازم ان هي بتبقى سن عن اللاترال بوردر. ايه تاني؟ بتبقى مور كونكيف، بتبقى مور كونكيف عن اللاترال بوردر زي ما احنا شايفين. كمان عندي دي بقول عليها جريتر اسكياتيك نوتش، جريتر اسكياتيك نوتش. طبعا في الفرش ستيت او حيوان بيبقى في ليجامز تمر من قدام النوتش فتحولها لفورامين، جريتر اسكياتيك فورامين، لكن هنا بقول عليها نوتش، جريتر اسكياتيك نوتش. طيب اللاترال بوردر، اللاترال بوردر قلنا بس ان هي بتبقى سيك وعليها النيوترنت فورامين بتاع البوم، وقلنا الكرينيال بوردر كونت لي ما يعرف بالالياك كريست، الياك كريست. طيب الانجلز، في عندي الانجل دي بقول عليها ميديال انجل او الدورزال انجل، ناحيه الدورزال، ودي عباره عندي عن اللاترال انجل. الميديال انجل بتكون بسميها الساكرال تيوبر، الساكرال تيوبر، لان طبعا في عظمه الساكرم فبسميها القريبه دي بقول عليها الساكرال تيوبر، ساكرال تيوبر. لكن الانجل اللي هي اللاترال انجل دي بتكون تيوبر بقول عليه كوكزال تيوبر او تيوبر كوكزي، كوكزال تيوبر او تيوبر كوكزي، وده البوينت اوف الهيب جوينت عند الحيوان. دي بالنسبه للميديال واللاترال انجل.
الانجل الثالث ترتب عن منطقه الاسيتابيولوم، شرف تكوين الاسيتابيولوم اللي احنا قلنا عليه نقطه التقاء 3 بونز بتاع الاسكوبزي. على البودي برضو بتاع الاليوم ودورزال الاسيتابيولوم بيبقى في عندي 2 ديبريشن، 2 ديبريشن اللي احنا شايفينهم دول، بولت عليهم 2 ديبريشن فور الريكتس فيموريس تندون او تندون اوف ريكتس فيموريس ماس، 2 ديبريشن فور الريكتس فيموريس تندون. تمام، دي بالنسبه لعظمه الاليوم. بعد كده عندي عظمه البيوبس اللي هي دي، دي عظمة البيوبس زي ما احنا شايفين هنا اهي، شايفة اهي. لما اجي هي طبعا فلات بون، تبقى فلات بون، ادي سيرفس وادي سيرفس تاني من تحت اهو، ده بيبقى مواجه للجراوند او الارض يعني، فبقول عليه فينترال سيرفس، فينترال سيرفس. اما ده دورزال سيرفس او البلفيك سيرفس اللي هو من ناحية البلفيك كافيتي. الكرانيال بوردر بتاعة البيوبس، الحافة الأمامية للبيوبس هي البيكتن اوف بيوبس، على البيكتن اوف بيوبس بلاقي على الكرانيال بوردر بيبقى فيه عندي تيوبركل، بيبقى موجود ميديال ناحية الميديال أكتر اللي هو البيوبك تيوبركل. لاترال ليه بيبقى فيه إيمينانس، إليو بيكتينيال إيمينانس، إليو بيكتينيال إيمينانس اللي هو بيبقى على نفس الليفل بتاع الإليو بيكتينيال لاين، اليوم بكتنيه لاين. بالنسبه للميديال بوردر بتاعه احنا قلنا كرينيال بوردر هي البكتن بيوبس، والكودا البوردر بتكون الكرينيال باوندر بتاع الاوبتيوريت الفورمي اللي هو الثقب ده. اما الميديال بوردر فبتبقى تلتحم مع الميديال بوردر بتاعه الاسكوبزي اللي هي الهاف الثاني الساكن النص الثاني اللي هو بيبقى بين الرجل الثانيه، بتكون ما يعرف البيوبك سيمفيسس، التحامهم بيبقى بيوبك سيمفيسس اللي هو هيعمل مع الاسكيال سيمفيسس كمان لما هقول لكم دلوقتي، كلهم على بعض هيعملوا البلفيك سيمفيسس اللي هو الالتحام الحوضي كله. تمام، على الفنترال سيرفيس بتاع عظمه البيوبس بيبقى في عندي جروف، ده اللي احنا شايفينه سب بيوبيك جروف، بقول عليه عليه سب بيوبيك جروف، سب بيوبيك جروف. بعد كده في عندي الاسكيوم، عظمه الاسكيوم زي ما احنا شايفينها هي بالظبط دي، دي بقول عليها الاسكيوم، تبقى كوادريلاترال في الشيب، لها اتنين سيرفيس زيها زي البيوبس، بلفيك سيرفيس او دورزال سيرفيس والفنترال سيرفيس. البوردرز بتاعتها دي الكرينيال بوردر، تكون الكودا الباوندر بتاع الاوبتريتور فورامين. الكودا البوردر بتاعتها اهم حاجه بتعمل لي ان يعرف الاسكيال ارش، الاسكيال ارش اللي هو بيبقى واضح هنا اهوت، العظمتين ملتحمين مع بعض اه، اسكيال ارش. تمام، طيب بالنسبه لي اللاترال بوردر بتاعتها، اللاترال بوردر دي تكون ليزر سكياتيك نوتش، تكون ايه ليزر سكياتيك نوتش، بتعمل لي ليزر سكياتيك نوتش. طبعا احنا من شويه كنا قلنا ان الميديال بوردر بتاعه الاليوم بتعمل الجريتر سكياتيك نوتش، لكن اللاترال بوردر بتاعه الاسكيوم بتعمل ليزر سكياتيك نوتش. بيبقى في ما بينهم سباين اللي هو سكياتيك سباين، الدورز السكياتيك سباين. تمام، طيب الميديال بوردر بقى زي ما قلنا ان الميديال بوردر بتاعه البيوبس تكون البيوبك سيمفيسس، الميديال بوردر بتاعت الاسكيوم بتعمل سكيال سيمفيسس او سكياتيك سيمفيسس، الاثنين مع بعض مع البيوبك سيمفيسس والاسكيال سيمفيسس بيكونوا على بعض اللي هو البلفيك سيمفيسس اللي هو التحام الحوضي اللي هو الالتحام اللي احنا شايفينه ده. تمام، ده البلفيك سيمفيسس. ده بالنسبة للإليوم البيوبس والإسكيوم. نشوف الكافيتي، ده عبارة عن الأسيتابيولوم كله على بعض الأسيتابيولوم، بيقول إن بقى فيه أرتيكولار بارت، جزء أرتيكولار
طبعا بيبقى سموس زي ما احنا شايفين عشان الارتكوليشن وذ الهيد اوف فيمر. الارتكولار بارت ده بقول عليه ليونيت سيرفس، ليونيت سيرفس. اما النون ارتكولار بارت اللي هو بيبقى ديبريشن ده، ده بقول عليه الاستابيولار فوس، استابيولار فوس. يبقى ده ارتكولار بارت ليونيت سيرفس، نون ارتكولار بارت اللي هو استابيولار فوس. طبعا الاستابيولار نوتش، نوتش دي الاستابيولار نوتش. وزي ما قلنا ده الاوبتيوريتور فورامين، اوبتيوريتور فورامين. بعد كده دي بالنسبه لي البيانات، يبقى هنا برضو ده عباره عندي عن جروب 4 الاوبتيوريتور فيزيتس، جروب 4 الاوبتيوريتور فيزيتس. دي بالنسبه للاوسكوبزي بتاع حيوان الهورس. اعرف افرق ازاي بقى الهورس عن بقية الحيوانات، او اعرف الحيوانات من بعض ازاي. ده بالنسبة لي الهورس زي ما اتفقنا في شرحنا. طب بالنسبة للاوكس، دي الاوسكوبزي بتاع الاوكس، اعرف ازاي. في عندي رومينال ديفرنس شوية، في فروقات واضحة عندي. مثلا في الاوكس بقى في اليونيت سيرفس بيبقى عبارة عندي عن جزئين، ادي جزء كبير اليونيت سيرفس اهو، وادي اليونيت سيرفس الثاني الصغير. يبقى ادي جزء او اليونيت سيرفس كبير اهو، واحد صغير، اثنين يعني، تمام. وادي الاستابلر نوتش تبقى مرضي بشويه. ايه تاني في عندي الهورس؟ احنا نقول ان بالنسبه عظمه الاسكيوم الكودو لاترال انجل بتاعت الاسكيوم بتكون تيوبر او بتعمل تيوبر اسمه التيوبر سكاياي او السكياتيك تيوبر، تيوبر سكياي او السكياتيك تيوبر. زي ما قلنا ان ده السكرال تيوبر، ده الكوكزال تيوبر، ده السكياتيك تيوبر او تيوبر سكاي. في الاوكس زي ما احنا شايفين بيبقى عباره عن جزئين، جزء واحد في الهورس جزئين. التاني بالنسبه للاوبتيوريتور فورامين في الهورس بيبقى اوفر، الهورس بيبقى ايه؟ بيبقى اوفر الشيب، لكن في الاوكس بيبقى الليبتيكال في الشيب، الليبتيكال شوية، الليبتيكال شي. ايه تاني؟ الجلوتيال لاين في الاوكس بيبقى نير لبرر اللاترال بوردر، نير اللاترال لي ايه؟ اللاترال بوردر. طيب في الشيب زي الاوكس برضه، ادي الجلوتيال لاين برر اللاترال بوردر، تو يونيت سيرفيس واحد وادي الثاني، والاوبتيوريتور فورامين بيبقى الليبتيكال في الشي، بيبقى ايه؟ الليبتيكال في الشي. بالنسبه لي الاسكوبزي بتاع الاوكس في الشي. بالنسبه لي الدوج، ادي الاسكوبزي في الدوج، كله بتتميز بان الجلوتيال سيرفيس بيبقى مور كونكيف شويه، غبيط شويه او عميق شويه يعني زي ما احنا شايفين، اللي هو الجلوتيال سيرفيس. الجلوتيال لاين بيبقى السنكت مش واضح زي بقيه الحيوانات. وعندي الكرينيال بوردر بتاعت الاليوم او اللي هو الاليا كريست بيبقى مور كونفكس حتى بشويه. ايه تاني؟ عندها اللونيت سيرفيس واحد زي الهورس، بس بيبقى مفيش استابيولار نوتش، مبتبقاش موجوده. الاوبتيوريتور فورم بيبقى تريانجولار في الشيء، تريانجولار في الشيء، تمام. دي بالنسبه للدوج. بالنسبه للكات طبعا زيها زي الدوج، مفيش فرق واضح. هو الجلوتيال سيرفيس بيبقى شاله شويه عن الدوج، والاوبتيوريتور فورم بيبقى راوند او الليبتيكال في الشيء، تمام. بالنسبه للكات، طيب احدد اتجاه العظمه ازاي او اعرف العظمه دي رايت اور ليفت ازاي؟ بمسك العظمه بحس الاتجاهات بتاعتي تبقى مظبوطه. يعني انا بشرح، انا قلت ان الاليوم تبقى ذا موست كرينيال بارت من العظم، هي الجزء الامامي، والاسكيام الجزء الخلفي. يبقى انا بمسك العظمه كده، ما ينفعش امسكها كده، تمام. الاليوم بقت كودل وكمان بقت فينتر، هي بتبقى دورزو كرينيو دورزال يعني لقدام ولفوق شويه. يبقى انا ماسكها كده صح. وبعدين طبعا التجويف او الاستابلم بيبقى لاترال، بيبقى لاترال، وده مكان الاستنفذ او الالتحام،
طبعا الالتحام هيبقى من الميديان منين عند الجسم، يبقى هو اللي ناحيه الميديان من جوه، يبقى العظمه كده مظبوطه في الاتجاهات مظبوطه وهي ماسكاها في ايدي الشمال، يبقى العظمه دي لفت شمال. ده بالنسبه لتحديد الاتجاه. فاحنا كده قلنا العظمه البيانات بتاعت انا حيوان ورايت اور ليفت.